عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد نادي. حكم قضائي مصري خالص خاص بقناة السويس، تعويض قدره 900 مليون دولار بخصوص العضلة الست أيام اللي حصلت في القناة. طيب الفكرة جت إزاي؟ لما سأل القاضي سأل قناة السويس مسؤولين قناة السويس أنتوا خسرتوا قد إيه؟ قالوا له خسرنا 38 مليون جنيه في الست أيام دول. قال لهم ماشي، ضرب المبلغ ده في 30 ضعف. ليه؟ عشان في تعويضات للشركات المفروض تدفع، في تعويضات للافراد المفروض تدفع، في تعويض القاطرات، 9 قاطرات اللي جم سحبوها دي مليون فلوس المفروض تدفع. كل الكلام ده اتحكم له بحكم مصري خالص. انا بصراحه ما كنتش متوقع ان الحكم هيجي بالقسوه او بالشده ديت. حاجه تدعو ان الحفاره القاطره ديت اللي جت سيئه مصريين، هو فيهم بس اتنين قاطرات كانت هولنديين والسبعه التانيين كانوا مصريين. دي نقطه. النقطه الثانيه ان في خلال الست ايام كانت حفرت حوالين مقدمه السفينه، واللي فيه كلام كتير جدا جدا انها كانت بفعل فاعل لاحراج الحكومه المصريه، لان الانحراف الحامله ديت ما كانش شكل طبيعي. فجه الحكم بصراحه قاضي وعمل تاثير عالمي وارصد ودن لاي حد يفكر انه يعمل حاجه زي كده تاني تخص بلدنا. تحيه خاصه وخالصه فعلا للمهندسين المصريين اللي نفذوا حاجه زي كده ونجحوا بلدنا وقفوها على رجلينا. شكرا.